بيقول محمد من القاهرة انه طب انت دلوقتي بتقول على الاسرة البديلة جبنا يتيم وربناه كبر الولد يعمل ايه بقى مع الست دي وهي اجنبية عنه؟ طب ما ترضعه هو، والمرأة ممكن ترضع، ترضع ولو رضع واحد، لكن ترضعه ابان طفولته، لكن ما ترضعوش هو راجل بالغ كده يا دكتور ولا ايه؟ لا ما احنا قلنا ولا ممكن برضو احنا قلنا ما هو اصل الاطفال دي جايين وهم صغار صغار ولكن هي بيقول لك ايه، بيقول لك اصلا انا ما عنديش لبن عشان ارضعه، ففي هرمونات بتاخدها وبعدين بتنزل اللبن في كوبايه كده وبتسوهوله، فاذا خلاص راحت المساله. وهي دي كانت اصل، اصبحت امه، اصبحت امه واصبح بناتها اخواته الى اخره، واصبحت البنت بنت الراجل اللي هو صاحب، فخلاص انتفى الحرج. نعم.